لا صوت في الزمالك يعلو عن مباراة القمة أو مباراة السوبر في الإمارات ضد النادي الأهلي. الحقيقة الأحداث على صفيح ساخن تاريخ نادي الزمالك، خصوصا بعد رفض اتحاد الكورة إن المستشار مرتضى منصور يروح على رأس البعثة ويحضر المباراة في الإمارات ويكون هو رئيس البعثة ويحضر مراسم التكريم وتوزيع الميداليات وكده. الحقيقة برضو أنا مش فاهم ليه برضو يعني المستشار مرتضى منصور يعني عاوز حاجة زي كده، في حين أنت يعني الدنيا يعني بدل ما نفكر في المشاكل دي نفكر في حاجات تانية. يعني اللي هو احنا دلوقتي احنا انت هتلعب السوبر ولا مش هتلعب؟ انت دلوقتي اتحاد الكورة عمل كل حاجة ضدك، وقف لك قيد لعيبة في نص الموسم كنت لعيبة انت محتاجها وعندك غيابات وعندك نقص وعندك اصابات، كنت في اعز الاحتياج للعيبة دي وما ايدهاكش واخر عليك القيد. كهربا جاي يفكر في العقوبة بتاعته بعد 3 شهور، طلبت حكام اجانب جايبوا لك محمود البنا، كل حاجة بيعملوها بيستفزوك لاقصى درجة عشان مباراة النادي الأهلي. اتحاد الكورة ما بيعملش حاجة غير إن هو بيخدم على نادي واحد بس. وطبعا الناس اللي هتقعد بقى تتفرج على جماهير النادي الأهلي، أنا الكلام ما يخصكش، أنا بتكلم في حاجات إحنا تخصنا إحنا. فقصة طلع أنت نفسك بره القصة دي وما يلاش تتفرج على الفيديو لو الفيديو ده هيضايقك ولا حاجة. إحنا دلوقتي عندنا مشاكل كتيرة جدا مع اتحاد الكورة ما بتخلص، فقد لعيبة، في مشاكل، في أزمات، في عقوبات، كل حاجة ماشي ضدك، في كل حاجة انت عاوزها. عاوز تأجل ماتش؟ لا مش هتأجل، هتلعب لك. في حين نادي تاني لو عايز يتأجل له ماتش بيتأجل له بالاربع خمس ست ماتشات. انت مش عارف تاخد موقف منهم، مش عارف تاخد موقف منهم، وفي نفس الوقت هم عايزين يردوا لك كل اللي انت عملته فيهم. ما خلينا نتكلم بقى بصراحة وكله يبقى على المكشوف، هم بيردوا لك اللي انت عملته فيهم، هم بيحاولوا بينتظروا اي فرصة عشان يردوا لك كل الشتايم والاهانات اللي انت بتشتمها لهم وبتأهنهم فيها. طيب ايه الحل دلوقتي؟ لازم يكون في قرار حاسم. انا ما اروحش العب سوبر وما اروحش امتى بقى؟ لازم تبقى معلم في اتخاذ القرار ده، وان انت عشان تحط اللي قدامك في خانة اليك انت ممكن تحصل في الامارات عادي، وتقول للعين وتقول للجماهير اهم حاجه الجماهير في الامارات عشان ما تحجزش تذاكر وتقعد تستنى الماتش، وبرده الناس دي اهم منك واهم من مجلس الاداره مع احترام حضرتك طبعا. ليه؟ الجماهير دي بتتعب وبتشقى في الغربه، فلما بتروح تدفع في ماتش مثلا وليكن 100 درهم ولا حاجه، ده رقم بيساوي مثلا 600 700 جنيه هنا مصري. هتقول لي طبعا هو الجنيه جنيه بلد وهو هناك بيقبض بالدرهم، بس معلش الجنيه عزيز على اللي متغرب واللي شقيان واللي تعبان، فالجنيه عزيز عليه. فالناس اللي هناك في الامارات لو حد بيتفرج عليا بعد اذنكم محدش يحجز تذاكر غير لما اشوف الدنيا هترسى على ايه. واتمنى من كل قلبي ان احنا ناخد موقف ولو مره حتى ايا كانت العقوبات. احنا انت ممكن تروح تلعب في هناك وتخسر، وممكن على فكره تروح تلعب هم يعني عقوبه كهرباء تتطبق تمام ويجيبوا لك حكام اجانب ونروح ونخسر، بس بحس ان في منافسه شريفه، احس ان انا رايح في منافسه في تكافؤ، ما احسش ان انا رايح داخل معنويا اللعيبه بتاعتي مهزومه من قبل الماتش بسبب الافعال اللي بتعملها من اتحاد الكوره والتطبيق تطبيق اللوائح على الكيف، وامتى اطبق اللوائح وامتى ما اطبقهاش. لا ده الفلاني الفلاني المفروض يتاخد 8 ماتشات، معلش اصل هو منتخب مصر معلش محتاجه، هنلعب بس الماتش كده ويرجع لكم فهنرفع عنه العقوبه. طب شيكابالا هيتوقف 8 ماتشات؟ لا ده مش 8 ماتشات، ده 8 شهور، اصل عشان قال لي رئيس اتحاد الكوره انت اهلاوي. احمد مجاهد بيه اللي خربها وقعد على تلها بمعنى اصح يعني. فنتمنى من مجلس اداره نادي الزمالك موقف كل الجماهير اغلب الناس اللي انا بقابلها وبسمع منها احنا مش عايزين نروح نلعب السوبر. المدرب في احتياج فني شديد جدا انه ما يخش ماتش زي ده. هتسالني انا بقى في رايي الفني المدرب خوان كارلوس اوسيرو، لو جيت تساله انت عايز ماتش الاهلي دلوقتي هو كمدرب بالنسبه له يقول لك اه العب ماتش. ليه بقى؟ هو بالنسبه له كمدرب يقول لك انا لو كسبت الماتش ده هعلى، طب بس لو خسرت هيقول لك انا مش عليا لوم. بس في نفس الوقت لا، الجماهير ما بتحسبهاش كده، الجماهير بتحسبها لا قدر الله لو حصل اي حاجه دروب اي نتيجه عكسيه الناس هتقفل من المدرب ده. ورجاء شديدا جدا لو انت هتاخد قرار انت ما تروحش تلعب السوبر، خده بعيد عن المدرب، ما تدخلش المدرب وتجيب المدرب كده تعالى يا مدرب انت ايه رايك نروح نلعب السوبر ولا ما نلعبوش. المدرب 90% هيقول لك هروح العب، عمره ما في مدرب هيقول لك انا مش هلعب. معنى المدرب يقول لك مش هلعب يقول لك ان انا يعني معنى ان هو يقول لك انا مش هلعب معناه ان انت بتقول له انت جبان ولا لا. اكيد واحد مفيش حد يقول لك انت، مفيش واحد تساله انت جبان ولا لا يقول لك انا جبان، انت فاهمني. فالموضوع ابعد لو انت عاوز تروح تلعب روح العب بقى، بس ما تدخلش المدرب، اصل احنا عارفين القصص دي والحوارات دي احنا هرسناها. ما تجيبيش المدرب كده توقفه جنبك تعالى يا مدرب انت ايه رايك هنلعب الماتش ده ولا ما نلعبوش.
فاتمنى من كل قلبي الناس برضو اللي مش عاج... يعني اللي ضد قراري تقول لي برضو انت ضد قراري ليه، يعني ضد ان احنا عايز نروح نلعب السوبر قول لي عادي مفيش مشكله، انا بتقبل كل اراء، قول لي تحت انت رايك ايه ووجهه نظرك ايه، نسمع من بعض، جايز انا اكون وجهه نظري غلط، جايز تكون وجهه نظري غلط، تمام. اتمنى ان مجلس الاداره يكون بقى على استعداد تام ان هو ياخد قرار شجاع يحدد مصير النادي في ظروف كتير جدا، تمام. والسلام عليكم ورحمه الله.